مشكور بوجودك، الله يطول عمرك ويبارك فيك، شكرا لك. معرض سفر الحقيقه انه معرض جميل ورائع، اليوم الثاني وانا احضر، واحببت ان اتحدث عن المعرض ولا سيما في هذا المكان الخاص بقطر. وطبعا يعني ما شاء الله تبارك الله، هذا مكان مميز جدا ورائع، وطبعا في فرصه جميله للحضور من اجل الناس اللي يرغبون في السفر، لا سيما وهم قادمين على العطله او الاجازه الصيفيه، فهذا المكان جميل ورائع. وانا اردت ان تكون يعني قريبا من القلب، فكن في قطر وخل الروحه على الدوحه. سلامتك. عندي برامج على أذربيجان، عندي على جورجيا، عندي على البوسنة، عندي على معك علي حبيبي صاحب مكتب في الرياض اسمه تكريات المسافر حي العقيق، تمام، في المجال من 2012. كازاخستان دولة جميلة جدا للسياحة، طبعا تصلح للأوائل وللمجموعات يعني الشباب، وطبعا لدينا في برود الصيف الحين البرود باكيجات تشمل الفنادق 4-5 نجوم، جولات سياحية في المات وحولها مع سيارة خاصة، والمرشد يتكلم عربي وإنجليزي. Thank you. هلا والله، أول شيء مشرفينا ومنورينا في بوث البحرين في قلب الرياض. طبعا إحنا شركة بحرينية سفر وسياحة، طبعا جايين معرض السفر الدولي في الرياض بكامل حلتنا وزينتنا البحرينية وعاداتنا وتقاليدنا الشعبية، طبعا جايين بهاي الديكور البحريني الأصيل الشعبي، ونقدم عروض سفر وسياحة وفنادق وباكيجات داخل البحرين وخارج البحرين. وعد عبد العزيز من البحرين. منظمة ولا؟ لا، صاحبة مكتب سفريات. The famous place from our country is our mountains, our rivers, our wild animals. Have a beautiful place. Yang kita nyanyi bersama. طبعا يسعدني، سعدت كثيرا اليوم ونحن نجيش مخيم المحبة والسلام لمؤسسة بسمة، لما لمسناه ولما شاهدناه من أقسام وأعمال إنتاجية جدا رائعة. أيضا كمخيم نتمنى أن نحذو الكثير مثل ما حدث او اتخذت او صارت عليه مؤسسة بسمة، لما له من اهميه في تطوير قدرات البنات او الشباب. نتمنى ان يكون يستوعبهم مثل هذه المخيمات مستقبلا ان شاء الله. نحن اليوم في هذا الصباح دشنا الانشطه الصيفيه لمؤسسة بسمة، وعلى راسها مخيمات المحبه والسلام للفتيات النسخه الثامنه، وايضا الملتقى الطفولي للاطفال من سن 5 سنوات الى سن 13 سنه للنسخة الرابعة. وإجمالي عدد الأطفال والبنات في مخيمات المحبة والسلام ومخيمات الصيفية بشكل عام لمؤسسة بسمة يقارب 600 بنت وطفل في مختلف أو في عدد من مديريات الوادي والصحراء. هذه المخيمات وهذه الأنشطة الصيفية نهدف من خلالها إلى بناء شخصية وطنية، شخصية سوية، إلى بناء شخصية تمتلك عدد من المهارات قادرة على صنع مستقبلها ومستقبل وطنها. هذه المخيمات الصيفية هي عبارة عن نشاط لاستغلال أوقات الفراغ للأطفال والبنات في المفيد والنافع، بحيث نكون قادرين على إيجاد أطفال أسوياء، أطفال يمتلكون المهارات العلمية والمهارات التقنية لصناعة مستقبلهم إن شاء الله في المستقبل. اليوم افتتحنا مخيم المحبة والسلام في موسمه الثامن، والذي يحوي على عدة أقسام، الخياطة والكوافير والطرطات وعدد من البرامج هنا موجودة في المخيم، وكذلك القسم التعليمي لهذا العام الذي أضفناه. هذا المخيم يأتي برعاية من مكتب التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل،
وتنفيذ مؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمرأة. أماني بصوتين مشرف الأنشطة بمخيم المحبة والسلام. حقيقة سعادة هذا اليوم بتدشين مخيم المحبة والسلام الذي يأتي بشراكة مع مؤسسة بسمة لتنمية المرأة والطفل. طبعا هذه التجربة تقريبا الخامسة أو السادسة مع هذه المؤسسة في إقامة هذه المخيمات. طبعا مخيمات مشتركة في أكثر من مديرية في تريم سيئون وربما شبام والقطن. تأتي أهمية هذه المخيمات في أنها تستغل الإجازة الصيفية من خلالها الفتيات والطالبات في أشياء مفيدة تعود بالنفع العام. نحن حقيقة نتمنى أن تشمل هذه المخيمات كل مديريات الوادي والصحراء وأن يكون الترتيب لها مبكرا حتى تأتي بالفائدة وتحقق الأهداف المرؤوسة منها. تم اليوم افتتاح المخيم المحبة والسلام الذي تنفذه مؤسسة بسمة بشراكة مع مكتب التربية والتعليم، ومن خلال زيارتنا على الإبداعات الطالبات والمشاركات في هذا المخيم صراحة سررنا بما قدموه من خلال هذه الأيام البسيطة، ولكن أملنا كبير وأنه هذه المخريات ستكون لها أثر طيب إن شاء الله في المجتمع وتستفيد الأسرة منها بالذات. المخيمات هذه تعطي دفعة كبيرة للأهالي على حث بناتهم وأمهاتهم على المشاركة في هذه المخيمات، لأنه أصبح المجتمع بحاجة لهذه الأعمال من خلال الخياطة والأعمال اليدوية والتطريز والتعليم. أيضا في هذا المخيم برز فيه دور تربية وتعليم من خلال الحصص التقوية في ثلاث مواد، اللغة العربية والإنجليزي والرياضيات، وإن شاء الله تستمر هذه المخيمات ويكون لها الأثر إن شاء الله في قريب العائلة بإذن الله. البرمجة والتخطيط أشياء بحاجة إلى اللغة، لابد تقوية في اللغة الإنجليزية، وأنتم لا حتى السيفي الواحد الآن ما تدرس تخلي السيفي إلا إذا كان متمكنا من السنة الأول بزيادة مؤسسة إكليلة، وعندنا أيضا فيه دبلوم في التنمية البشرية. هل ما تعرف ما هو موجود في عقلك واللي في الحاسوب دورة السكرتارية ودورة 90 ساعة ما يفصل لها كيف الحاسوب؟ هذه الدورة في علوم الحاسوب الرخصة الحاسوب الدولية والسكرتارية، وكما نشكر كلية صرح مارب لتعاونهم في إقامة هذه الدورة وتخفيض النفقات. هنا يأتي دور التنمية، يأتي دورنا في التنمية الاجتماعية. لابد أن يكون لدينا تدريب وتأهيل سواء الحاسوب أو في اللغة الإنجليزية أو في الدورات الأخرى في كل القطاعات. لابد أن ننمي معلوماتنا وأفكارنا وأن ننهل من أهل العلم، وهذه فرصة طيبة. ونشكر كل من ساعد في إقامة دورة تدريبية سواء قطاع النسائي أو للشباب. استطعنا مؤسسة إكليلة أن تنفذ البرنامج التدريبي لخريجات الدبلوم الثانوية من بلاد إقليم سبأ. عدد طالبات المشاركات في هذه الدورة عدد 55 طالبة، منهن 20 طالبة في الفترة المسائية و35 في الفترة المسائية. يهدف هذا الدبلوم إلى تأهيل البنات في سوق العمل وتمكينهن من الخبرات اللازمة حتى يستطعن الممارسة. البارح معهم دوري رياضي وصغار يبدأوا في الصف حقهم نظرا لأن النساء يعني يحتاجين المركز هذا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الصحابة الأجلاء وأحد أعظم المسلمين. Also other examples. They. Yes, they.
أحسنت. فالمصطفى كالورد ينادي الله الله وعطر ويبقى إذا مست ميادي الله الله وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطر ويبقى إذا مست ميادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد رسول الله يا خير العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. معنا ما يقارب تقريبا 27 مركز صيفي وتقريبا في حدود 70 استاذ. اعداد الطلاب اعداد جيده الى حد الان مع انهم نازحين ويعني في ظروف صعبه، لكننا وجدنا اقبال تقريبا في حدود يعني 2700 طالب في هذه المراكز الصيفيه. ونشكر يعني الاخوه في وزاره الاوقاف والارشاد ممثله بوزير الاوقاف والارشاد على يعني تعاونه معنا ودعمه السخي، ونشكر جميع كل من تعاون مع أبنائنا الطلاب في تسهيل لهم كل الظروف كل الاحتياجات وكل ما يعني يحتاجوه من أساتذة ومن أدوات مدرسية. وحقيقة أننا يعني وجدنا أن الطلاب بحاجة إلى 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 أساتذة وإلى تخصصات نادرة، تخصصات يعني علمية. وبفضل الله عز وجل أننا تمكننا من إيجاد بعض المدرسين في الإنجليزي وبعض المدرسين في الكمبيوتر وبعض المدرسين في المواد العلمية أحياء فيزياء كيمياء، بالإضافة إلى المواد الإسلامية الفقه والعقيدة والسيرة. ويعني هذا صورة إجمالية للمراكز الصيفية. نشيدا رائعا ينداه نفسي أنت عهد عالق في كل ذمة رايتي رايتي يا نسيجا حكته من كل شمس أخرجي خفيقة إنها معركة إما نكون أبدا أو لا نكون